متزوج باثنتين، هو واحدة منهما أصيب بكورونا، هل يعمل الحجر الصحي عند المريضة دون إذن الأخرى؟ عندما يشفيه من مرضه. طبعا يعمل الحجر الصحي بعيدا عن الزوجة المعافاة التي عافاها الله، سواء عند الأخرى أو ليس عند الأخرى، هو محبوس أصلا. حتى المشاكل في هذا مريض كورونا. لكن عموما لا يقضي تلك الأيام للأخرى، أنه مريض محبوس في غرفة مستقلة، أو أنه وزوجته المصابين بالكورونا في مكان واحد، إذا كان يحصل استمتاع بينهما يقضي للأخرى. إذا كان في غرفة مستقلة وزوجته المريضة في غرفة مستقلة أخرى فلا تقضى الأيام، أما إن كان معا في غرفة واحدة ويحصل استئناس واستمتاع يقضي إذا عوفي، وإذا مات تسامح الزوجة الثانية سيصنع.